تعريف مبسط لموضوع الإجهاض. الإجهاض هو الإجهاض المتكرر. هو الحقيقة يعني زي ما حضرتك قلت ان فقدان الحمل ده من المشاكل الكبيرة جدا الحقيقة. وللأسف الشديد ان احنا في بلدنا هنا بنلاقي الإجهاض تكرر مرة واثنين وثلاثة ولم نصل الى تشخيص ولم يهتم احد بمعرفة سبب هذه الإجهاضات. يعني كون السيدة تجهض مرة او اثنين ده شيء مقبول، ولكن يتكرر الإجهاض بعد ذلك بدون معرفة الأسباب او محاولة البحث عن الأسباب. هو بدون معرفة الأسباب هي دي المشكلة. لكن احنا يعني هو تعريفه في حد ذاته ان هو فقدان جنين بعد مدة زمنية. طبعا 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 هذه المدة بتكون هو الإجهاض. الإجهاض قبل ما يكتمل الجنين او قبل ما يقدر الجنين يعتمد على نفسه خارج الرحم، يعني قبل 7 شهور في مصر قانونا بنعترف بداية الولادة 7 شهور. يعني 7 شهور يعتبر جنين مكتمل وله حقوق، قبل كده ده بيبقى إجهاض. في بعض الناس بيقولوا ان امراض زي مرض السكر وارتفاع ضغط الدم بيكون سبب في هذه في هذا طبعا الموضوع. يعني هو في اسباب كتيرة للإجهاض المتكرر، ويعني احنا نسرد لها حلقات عشان نتكلم عن اسباب الإجهاض المتكرر. ولكن انا بدي اصلح بعض المفاهيم. يعني في مفاهيم كثيرة عن الإجهاض المتكرر واسبابه مشيت مع الناس والناس بدأت ترددها، والموضوع بقى واخد حجم زي ما بنتكلم. يعني نقول مثلا بنسمع كتير في عيادتنا بعض السيدات تقول لي انا عندي ميكروب القطط واخدت العلاج وتكرر الإجهاض مرة واثنين وثلاثة او ما الى ذلك. طبعا احنا عايزين نصلح المعتقد ده. الحاجة التانية معتقد عمليات الربط اللي فيها نوع من الاسراف. عندنا الحقيقة في بلدنا في نوع من الاسراف في عمليات الربط، ليها دواعي معينة لعملها، ولكن بيحدث زي ما بنقول نوع من الاسراف في عملها. لو بدأنا نتكلم عن اسباب الإجهاض المتكرر، احنا بنحب ان احنا نقسم فترات الحمل الى 3 فترات، 3 شهور اولى والثانية والثالثة. في ال3 شهور الاولى بيبقى في اسباب للإجهاض، هذه الاسباب مختلفة عن اسباب الإجهاض في ال3 شهور الثانية. يعني كل فترة من الحمل لها اسباب تسبب الإجهاض. لو مسكنا اول 3 شهور 80% من حالات الإجهاض في ال3 شهور الأولى، 85% بتكون لأجنة فيها مشاكل خلقية أو مشاكل جينية أو كروموزومية، وده الاختيار الإلهي للأجنة الصحيحة. يعني في أول 3 شهور لو في أي خلل جيني أو أي خلل كروموزومي في الجنين بيحدث الإجهاض تلقائيا. علشان كده دايما ال3 شهور الأولى بيحدث فيهم أكبر المشاكل. طبعا يعني احنا عندنا الإجهاض نسبة أو معدلات الإجهاض في ال3 شهور الأولى بتمثل حوالي من 60-70% من الإجهاض عموما. يعني عشان يحدث إجهاض بعد الشهر الرابع بتقل شوية فرص الإجهاض بعد الشهر الرابع، ولكن في ال4 شهور الأولى أو في ال3 شهور الأولى بتبقى نسبة الإجهاض عالية شوية. أهم سبب في أول 3 شهور هو العيوب الخلقية ولا الكروموزومية في الجنين. عشان كده احنا ما نزعلش كتير لما يحصل الإجهاض في أول 3 شهور، قد يكون في مشكلة في الجنين وبيحدث الإجهاض تلقائيا لهذا الجنين نتيجة لخلل كروموزومي أو جيني أو خلل في الجنين. فعشان كده من يعني ده شيء ما يزعلناش كتير. ما ده اللي يخليني أسأل